سيارة هذه هذه يا سيدي تعتبر يعني بوات كاملة غير بتاع بيتات هذه كامل بدون صندوق بدون علبة. هذه تسمى بوات كاملة بدون علبة. هذه تعتبر بوات كاملة غير كامل جديد دخلاني كلها بتاع البوات بتاع غير كامل ما عدا الصندوق البراني. باش نعطيكم عليهم بسطة بالضبط وقطعة قطعة باش تعرفوهم. توا عندنا احنا هذه الحشو الدخلاني كله نتاع غير نتاع اس سي. هذه سيارة يابانية والقطعة هذه مصنوعة في شنوا في الصين مصنوعة في الصين. يعني نشوفوا الصينيين وين وصلوا للحالات اللي نصنعوا فيها يصنعوا كل شيء. هذه يعني الدخلاني كامل فقط ترجع الصندوق نتاعك وتركب على طول. هذه فيها الفيتاسات الكل او المرشات الكل او الغيارات الكل فيها الغيارات الكل تولي فيتاس سي فوالا. كل اذا كان لقوا بنيون اكبر من بنيون او اصغر من بنيون راهو التدرج نتاع الغيارات يقوى او ينقص او يزيد او ينقص. مثلا نبدو من هنا عندنا هذه البنيون هذه المسنن هذه كبيره تعتبر نتاع الاولى بريمير سا بريمير فيتاس. ما بيناتهم هذه سانكرو ونحاسه سموها نحاسه سانكرو هذه اللي هي تمشي لهنا تاخذ البريمير وتجي لهنا تاخذ الدوزيام اللي هو الثاني التعشيقه الثانيه. هذه التعشيقه الاولى التعشيقه الثانيه بريمير بنيون دوزيام بنيون بريمير فيتاس دوزيام فيتاس هذه اولى ثانيه. من بعد نجوا هنا ثلاثه ثلاثيام فيتاس وكاتريام فيتاس اللي هو بري ديريكت ديريكت طول يعني طول للمحرك. هذا اللي يركب في المحرك هذا يسموها هذه نقول لها أولى ثانية ثالثة رابعة بريمير دوزيام ثلاثيام كاتريام. هذوما المرشات كلهم اللي قدام هذين نسموه احنا عمود يعني الأصلي الكبير هو أرب سنترال نسموه أو مسنن يعني الكبير اللي هو يربط ما بين التعشيقات الكل. لأن يعني هذه مربوطة مع هذه وهذه مربوطة مع هذه وهذه مربوطة مع هذه وهذه مربوطة مع هذه كلهم. هذوما الغيارات كلها اللي هو أولى ثانية ثالثة رابعة. هذا اللي يربط ما بين التعشيقات الكل هذا الأرب سنترال اللي يربط ما بين الفيتاسات الكل اللي هنا. هنا توا هنا قعدنا هنا مازلنا مشيناش للخامسة ولا المرشة الخلفية على جنب وحدهم. قلنا بريمير دوزيام ثلاثيام كاتريام أولى ثانية ثالثة رابعة تربطهم بوحدة سنترال معاه. شنو الموجود هنا؟ موجود هنا رولمان بيري اللي هو نتاع بريز ديريكت ورولمان بيري نتاع البريز الارب سنترال. هذا رولمان بيري رولمان بنيون بنيون. هذه سانكرو يسموها سانكرو. احنا القطعه هذه كلها نسموها سانكرو ثلاثيام كاتريام ثالثه ورابعه هذا من بعد. هذه كلها هنا نسموها سانكرو اولى ثانيه بريمير ديزيام سانكرو بريمير ديزيام. هذه القطعه كلها تربطهم هذوما النحاسات اللي هما باش يوقفوا الفيتاس اللي يمشي. هذوما مهمتهم توقيف البوات باش التعشيقه تدخل. يعني سانكرو هذه سانكرو اولى ثانيه بريمير ديزيام سانكرو ثلاثيام كاتريام. طبعا الثلاثيام سانكرو هذه معاه بنيون هذه والكاتريام يجي معاه بيس ديريكت كامل يجي قطعه هذه كامله اللي تدخل في المحرك في الديسك مراج. هذا مكان الديسك هذا مكان المراج كلاتش الديسك الاسطوانه نتاع الدبرياج تجي تركب هنا. طبعا هذا رولمان بيلي نتاعها والداخل هذا كيف فما رولمان بيلي يربط في النص. وهنا هذا كيف القطعة هذه الألمنيوم فيها زوز رومونات فيها زوز رومان بيلي أو ثلاثة رومان بيلي اللي يربطوا القطع على ثلاثة. هذه طبعا الفرشات هذه اللي بتخدم الخدمة اللي هي في الداخل في السيارة أولى وثانية ثالثة ورابعة. هذه أولى وثانية ثالثة ورابعة اللي هي سموها فرشات. احنا نسموها فرشات أو فرشة أو يعني حاجة يعني كيما الشوكة كي الشوكة كما شوكة الأكل نسموها فرشات. هذه هنا نص يعني آخر الفيتاسات اللي هما آخر الغيارات اللي هما من واحدة حتى الرابعة. نجي هنا القسم الثاني نجي هنا القسم الثاني نلاقوا المرشة الخلفية اللي هي هذه السنكرو نتاعها نجي وحدها معها بنيون نتاعها وحدها خلفية. ونجي هنا الخامسة المرشة الخامسة. إذا كان تلاحظوا هنا تلاقوا الخامسة أصغر من الرابعة. شفتوها هنا هذه الرابعة الخامسة أصغر منها تعشيق الخامسة. القطعة هذه تخدم
المرشة الخلفية والخامسة مرشة رير وسانكيان. هذا يقيت الأرب كامل اللي يدخل في اللي يمشي للعجلة الخلفية هذه الأرب الرير هذه الأرب ترانزيسيون الرير. هذا هي مكان العداد عدد السرعة. عدد السرعة يخدم على القطعة هذه مع هرمون بيلي هذا اللي هو يركب بعض في القطعة ونروكم كيش ركبوه. هذا هذا هذه يعني البوات كاملة يعني كأنها ركبة في السيارة. القطعة هذه كلها تركب في وسط صندوق تاعها، صندوق نتاع خدمة نتاع الفيتاسات نتاعها. إن شاء الله تنفعكم الحاجات هذه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.